بناء على التوجيهات الملكية السامية بإطلاق حزمة مالية واقتصادية دعما للمواطنين والقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة، وتكفل الحكومة الموقرة بدفع أجور المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص. أعلن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان أن الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص قد بدأت بالفعل في صرف الأجور لموظفيها البحرينيين المسجلين لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لأشهر أبريل ومايو ويونيو للعام 2020، واستلم الغالبية العظمى منهم أجورهم عن شهر أبريل بيسر وسهولة، حيث تقوم الوزارة بالمعالجة الفورية لأي تأخير أو صعوبات إدارية إن حدثت. وأوضح حميدان أنه قد تم في وقت سابق الانتهاء من إيداع جميع المبالغ التي تكفلت الحكومة بتحويلها إلى حسابات الشركات والمؤسسات بكل سلاسة وانسيابية، نظرا لما تمتلكه مملكة البحرين من قاعدة بيانات متكاملة.